ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور عصام الفيلي. أهلا بكم دكتور عصام. الانسحاب أو المعارضة، هذا ما طرحه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أخيرا، ماذا يعني ذلك؟ نعم، في البداية تحية لك سيدتي ولكل من يتابعنا. أنا أعتقد ربما يكون ما تفضلتم به بالتقرير أو ما تحدثت به حضرتك هو يكاد يكون نهاية الحديث الذي تحدث به سيد مقتدى الصدر في حالة كان هنالك انغلاق تام في هذه المسألة. هو قال في البداية أنني لا أرغب في السلطة، وقال أيضا أنني أبغي في موضوعة مكافحة الفساد، ثم أشار إلى جزئية وتكاد تكون مرتكز حديثه، قال نحن الكتلة الأغلبية. بمعنى هذا أن الذي يشكل الحكومة هو نحن، تقدم عزم الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري. ثم أشار إلى مسألة مهمة، قال الانسداد السياسي هو مفتعل، ولذلك على هذا الأساس قال أنني سأذهب للمعارضة إذا كان الطرف الآخر يصر على موضوع التوافقية السياسية ولا يحترم الأغلبية. لذلك هذا الموضوع ربما يكون رسالة واضحة، خاصة إذا ما علمنا كان هنالك طرح يوم أمس أن بعد التصويت على موضوع قانون الدعم الغذائي قد يذهب السيد الصدر إلى تقديم مزيد من التنازلات إلى القوى السياسية الأخرى، وبالتالي يشترك معهم في موضوعة الحكومة. لكن هذا التصريح للسيد مقتدى الصدر قطع دابر كل التكهنات التي طرحت خلال اليومين الماضيين. طيب، ما الذي قد يترتب على الخيارين المطروحين من قبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر؟ يعني أولا هو أعطاهم مساحة، قال لهم اذهبوا، بمعنى هذا أن التيار الصدري منح مساحة واسعة للأطراف الأخرى. هنا أتحدث بالتحديد سواء كان شركائه من تقدم وعزم والديمقراطي الكردستاني أو الأطراف الأخرى التي أعلنت أنها لديها تعول على ما يعرف بمبادرة القوى المستقلة. لكن كما تعلمين أن هنالك التزامات أدبية وسياسية من قبل تقدم وعزم والديمقراطي الكردستاني الذين يؤكدون أنهم يريدون حكومة عراقية قوية خالصة متحررة من أي سلوك يتنافى مع مفهوم العراقي الذي يؤمنون به يجب أن يكون الجميع في هذا الموضوع. وبالتالي أنا أقول هو أراد أن يقول لهم أننا على استعداد أن نذهب إلى المعارضة إذا استطعتم أن تشكلوا الحكومة القادمة بالتوافق مع الأطراف الأخرى. نعم، يعني بالتالي ما المتوقع من بقية القوى السياسية الأخرى غير ما هو حاصل اليوم؟ يعني من هو مع الأغلبية واضح، ومن يعني مع التوافقية واضح، هل سيتغير الأمر في ضوء هذا الطرح الأخير؟ ما قيمته؟ يعني أولا أنا أقول دائما السيد مقتدى الصدر يؤكد في كل أحاديث ثبات موقفه. من يتابع أحاديثه لم يتغير شيء حتى منذ شهر العاشر الذي جرى. بعض القوى السياسية تحاول أن تتحرك سواء كان باستخدام أدوات الضغوط الداخلية أو الضغوط الخارجية، ظنا منها بأن السيد مقتدى الصدر سيتراجع عن موقفه في هذا الإطار. وكلنا يتذكر قبل أيام حتى حينما كان من المؤمل أن يجري لقاء ما بين السيد جعفر الصدر والسيد هادي العامري، في نفس اللحظة نزلت يعني حقيقة كانت هنالك مقالة واضحة المعالم نشرتها جريدة الصباح وعرضت متبنيات السيد جعفر الصدر التي تسير بنفس خط مقتدى الصدر، وهذا يعطينا انطباع بأن المشروع القادم هو مشروع متغير غير تقليدي مما كانت تعول عليه القوى السياسية السابقة طوال المرحلة السابقة المتمثل بما يعرف بالتوافقية ومحاولة البقاء على الوضع على ما هو عليه. نعم، طيب، يعني في ضوء هذا المشروع غير التقليدي دكتور عصام، يعني هل تتوقعون ربما أن يذهب التيار الصدري إلى المعارضة، بالتالي هذا يدفع يعني الإطار إلى بعض الحلحلة على اعتبار بأن المشكلة واضحة مع التيار الصدري؟ يعني أنا أعتقد ربما يكون هذا الخيار الأخير. هذه مسألة قد تذهب بعض القوى السياسية إلى محاولة خلق أزمة وخلق احتكاك، وهم يريدون بذلك حقيقة
أن يكون لا سمح الله بعض القوى أن يكون هنالك إراقة دماء عراقية. نعم. هل تعني أن هجوم أربيل الأخير دكتور عصام؟ يعني هل هذا معنيته بحديثك؟ لا 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 لا، يعني هجوم أربيل أولا هو هجوم تقليدي دائما، هم يتهمون أربيل بأن وجود الإسرائيليين وما شابه ذلك، وهذه دعني أقول أصبحت ما يعرف بنشيد للقوى السياسية التي ترى، يعني القوى التي يعني تستبعد الجانب السياسي في القضية، بينما يؤكد الإقليم في كل مرة بأنه يعني شكل من أشكال الضغط التي تمارس عليه. لا يعني أولا دعيني أقول هنا مسألة أساسية، حينما قلت مسألة الاحتكاك أقصد أن بعض الأطراف تحاول أن يكون هنالك مواجهة شيعية شيعية، وبالتالي هم يعتقدون بأن هذه المواجهة ستفتح باب من التفاوض ما بين التيار الصدري والقوى السياسية الأخرى بتدخل ظهور خارجية داخلية قد يؤدي إلى تنازل السيد مقتدى الصدر. وكلنا يعلم أن الشركاء في أربيل أو حتى في الأنبار وبقية المناطق المحافظات الأخرى سواء منطقة غربية منطقة شمالية موصل نعم. صلاح الدين غيرها حقيقة يدركون تماما أن كل الضغوط لن تجدي نفعا، لأنهم يؤمنون مثل التيار الصدري بالمشروع الأغلبية الوطنية نعم. توضح. لأنه هو الذي يعيد للعراق هويته. توضحت الصورة. المحلل السياسي الدكتور عصام الفيلي، شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا.